سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سان بطرسبرغ. قال إن الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية مني بالفشل. وأفادت وكالة تاس الروسية أن لوكاشينكو توجه إلى بوتين خلال مباحثاتهما بالقول إنه لا يوجد هجوم مضاد في أوكرانيا، ليرد عليه الأخير بأنه موجود لكنه مني بالفشل بحسب قول بوتين. إلى ذلك أكد لوكاشينكو سيطرته على مقاتلي مجموعة فاغنر وسط البلاد رغم تلميحه إلى رغبتهم في التوجه غربا في إشارة منه إلى بولندا. ينضم إلينا من برلين الباحث السياسي المختص في الشأن الأوروبي ماجد كيالي. سيد كيالي، أهلا وسهلا بك معنا. يعني تصريحات لوكاشينكو تحديدا فيما يتعلق بتوجه مجموعة فاغنر إلى بولندا لا يمكن أن توصف بالعادية. كيف يمكن أن تقرأ هذه التصريحات، وماذا يمكن أن يكون رد الناتو والأوروبيين، خاصة وأن هناك مخاطر قد تكون وتوترات على الحدود مع بولندا؟ يعني هذا هو جزء من التهويش الإعلامي أو التهويل بالأمر، يعني الحديث عن أنه مجموعة مثل مجموعة فاغنر أنه هي ستحدث انقلاب أو تغيير في مجال العمليات العسكرية إن كان في أوكرانيا أو أنه تفتح جبهة جديدة في بولونيا، يعني هذا نوع من التهويش الغير معقول أو الغير منطقي. بصراحة منذ بداية الصراع الجاري، الحرب الروسية الأوكرانية أو الغزو الروسي لأوكرانيا، يمكن الحديث عن شخصيتين مثيرات، يعني مثيرتان للجدل أو لفت الانتباه، اللي هو لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، والثاني هو ميدياديف نائب رئيس الأمن القومي الروسي. اثنيناتهم كانوا يدلوا بتصريحات تبدو كأنه منفصمة عن الواقع، وأنه تصريحات فيها كثير من التهويل اللي ما له علاقة بما يجري. يعني دائما كانوا يحكوا عن حرب نووية، ودائما كانوا يحكوا عن قوة روسيا وجبروت روسيا اللي بتقدر انه هي حرب مع الناتو ويمكن ان تهزم الناتو الى اخره. فهذا الكلام انا رايي ان كان كلام ميدياديف او كلام لوكاشنكو، هو اثنيناته بصبوا بنفس هذا الاتجاه، نوع من التهويش اللي بتقديري غير الواقعي، لكن هذا يحمل في طياته او يهدد في طياته انه هي الحرب ما زالت مستمره، وانه لسه الطرفين عم بيصارعوا وفق المعادله الصفريه، انه يا احنا يا هن، هذا ما يجري على الضفتين. ولكن يعني الرئيس الروسي لم يقف دون أن يستخدم الأسلحة الأخرى التي في جعبته. نتحدث هنا عن استخدام سلاح الغاز، عن تهديد الأمن الغذائي الذي قام به بوتين. يعني هل ليس من شأن ذلك أن يطيل من أمد هذه الحرب، وبالتالي أن يضغط على الجانب الأوروبي أكثر وأكثر؟ طبعا هو كل محاولات روسيا، مثل ما احنا اليوم القصف على اوديسيا وايضا منع البواخر اللي بتحمل نتاج المحصول الزراعي او محصول القمح من اوكرانيا الى البلدان الاخرى، يعني الرئيس الروسي يحاول منذ بدايه هذا الصراع استخدام كافه الاسلحه، النفط، الغاز الى اخره، هو ايضا يحاول ان يطرح على الطاوله الاسلحه التي بحوزته، ولكن كل تلك الاسلحه التي حاولها لم تجدي نفعا مع الغرب او مع الموقف الغربي. احنا شفنا حلف الناتو، يعني قمه للناتو على حدود روسيا، يعني في حين كان يقول الرئيس الروسي انه هو دخل اوكرانيا من اجل ابعاد الناتو عن الحدود الروسيه، اذا بالناتو يعقد قمه كبيره، ويمكن هي اهم قمه في تاريخ حلف الناتو منذ قيامه، على الحدود الروسيه بدون اي مبالاه بالموقف الروسي ولا بالحديث عن اسلحه نوويه روسيه ولا اي شيء. واحنا شفنا انه الدعم الغربي لاوكرانيا ظل مستمر، انه يعني الدعم اللي كان يقتصر على مستوى معين دي جيل ثالث أو رابع من الأسلحة الغربية، لا، تحول إلى دبابات اليوبارد وإلى صواريخ هم 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 ه
اللي يعني يمكن أن يستخدمها الأوكران، ولكن من دون أن تطال الأراضي الروسية، يعني استخدامها داخل الأراضي الأوكرانية. إذا كل مراهنات روسيا على، يعني مثلا كمان الحديث عن أنه الغرب بده يحتاج اللي مدين للغاز والنفط الروسي، وأنه أوروبا بدها تبرد، ما رأى فصل الشتاء ولا في أي شيء في أوروبا. بالعكس، أوروبا استطاعت أن تعوض عن ذلك بالغاز المسيل، استطاعت أن تعوض عن ذلك بقفزات كبيرة إلى الأمام باستخدام الطاقة البديلة، الطاقة الخضراء. اليوم في توظيفات كبيرة في الطاقة الخضراء للاستغناء عن الطاقة الأحفورية كما نشهد. حتى ألمانيا اليوم 20% من الطاقة المستخدمة فيها هي الطاقة الخضراء. إذا كل المحاولات الروسية للتضييق على أوروبا، أو انه الحديث عن انه اضعاف الاقتصاد الاوروبي، لم تجدي نفعا. بالعكس، يعني اوروبا باعتبارها يعني دول قويه، احنا عم نحكي مثلا المانيا 4000 مليار دولار في السنه، الدخل الناتج المحلي الالماني، فهذا 3 أضعاف الاقتصاد الروسي. يعني احنا لا نتحدث عن دول اوروبيه سيد ضعيفه او كيال، كانه دول بالعالم بالعودة الثالث او نعم دوله. بالعودة إلى الدعم الغربي الذي نتحدث عنه لأوكرانيا، هل هو يعني بالقدر المطلوب وبالقدر الذي تسعى إليه وتطلبه أوكرانيا، تحديدا فيما يتعلق بتطوير آليتها العسكرية، خاصة وأن صحيفة الول ستريت جورنال تقول إن الهجوم المضاد فشل نتيجة غياب الدعم النوعي وتطوير المقاتلين الأوكرانيين؟ أين أصبحت هذه الوعود الأوروبية؟ ما في هذا الأمر هناك نظريتين. يعني هناك نظرية اللي يعني اللي صاحب الصراع أو اللي هو معني مباشر، اللي هو الأوكراني، الرئيس الأوكراني أو الجيش الأوكراني، ومعه دول أوروبا الشرقية خاصة بولونيا وخاصة دول بحر البلطيق. هذه الدول تريد أن تستخدم، يعني أن يدعمها الغرب، أو أن يقدم الغرب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية أحدث ما في ترسانتها العسكرية من أسلحة، بما في الطيران يعني F-16 وصواريخ يعني طويلة المدى ومدمرة إلى آخره. لكن وجهة النظر الغربية اللي بتتحمل العبء الأساسي في إسناد الجيش الأوكراني، إسناد الجيش الأوكراني وإسناد الشعب الأوكراني وإسناد الحكومة الأوكرانية، إن كان بالاقتصاد، إن كان بالدعم المالي، إن كان بالدعم العسكري، هاي الدول اللي هي عم تتحمل هذا العبء، واللي هي يعني مكنت أوكرانيا من الصمود في وجه الغزو الروسي، ترى أنه لا يجب التصعيد مع موسكو، أو لا يجب التصعيد مع بوتين إلى أعلى حد، لأنه الحفاظ على وتائر الحرب ضمن مستوى معين، حتى لا تصبح لا حرب نووية، وحتى لا تخرج من نطاق الصراع في أوكرانيا إلى بلدان أخرى. ضمن هاي الانضباطية، عدم تمكين روسيا، عدم توكين بوتين من الفوز بأوكرانيا، هذا هو الذي يضبط الصراع من الدول اللي عم معنية بالمسألة. شكرا جزيلا لك سيد مجد كيالي، كنت معنا من برلين، السياسي المختص في